الجزائر باشرت اقتناء 4 طائرات قاذفة للمياه هذه السنة. طائرة برياف هي طائرة روسية الصنع، تعتبر من نوع قاذفات المياه من الهواء. تستخدم محركات قوية وفعالة تعمل بالوقود الثقيل، وتعد واحدة من أهم وأشهر طائرات قاذفة المياه في العالم. تستخدم هذه الطائرة بشكل رئيسي لإطفاء الحرائق، حيث يتم تجهيزها بأنظمة لحمل المياه والمواد الكيميائية اللازمة لإخماد الحرائق. تعمل في ظروف جوية صعبة وتضاريس وعرة، ويتم استخدامها عادة في المناطق الجبلية والغابات والأراضي البرية الوعرة. وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مرادة يكشف أن وزارة الدفاع الوطني باشرت إجراءات اقتناء 4 طائرات روسية الصنع من نوع برياف. تتميز طائرة برياف بسعة كبيرة للمياه التي تستطيع حملها، والتي تصل إلى 12,000 لتر، مما يجعلها قادرة على إطفاء الحرائق بشكل سريع وفعال. كما أنها تتمتع بمدى طيران طويل يصل إلى أكثر من 3,000 كيلومتر، وستكون إضافة كبيرة للجزائر من أجل مكافحة حرائق الغابات. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.